أمال الهدف من كل العركة دي مع طواحين الهوى وحرق بنزين الوطنية والحرب ده إيه؟ ليه السيسي عمل اللي قلنا عليه وطلع يهوش ويهدد بالانسحاب ويجيبوا أعضاء مجلس الشعب ومحافظين قاعدين في المنصة يحضروا مشروع بالذخيرة الحية؟ حلو، ليه؟ السؤال الحقيقي، أنت بعد التهدئات دي كلها ناوي هتعمل إيه؟ هتحارب إسرائيل؟ يا ريت. هتحمي الحدود؟ طب يا ريت. انا خايف يا هلا، انا خايف يا ابو عمو تكون الهيصه دي كلها يكون الهدف منها والشعب المصري، يعني تكون دي لقطه على الشعب عشان ما يفتحش بقه. هو الشعب بيفتح بقه؟ استنى بس، ما يتكلمش عن حاجه من قطع النور للغلا ويسكت. ليه يسكت؟ مش هيخاف من منظر الدبابات اللي عملت شو ده؟ في حاجة اسمها كده؟ ده احنا في حرب اكتوبر ما شفناش المنظر ده، ما شفناش دبابات ماشية في الشوارع وعاملين موكب كده. نسكت ليه بقى؟ نسكت وما نتكلمش في النور والأسعار والحاجات دي، لأنه لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. طب أنا جبت الكلام ده منين؟ لا مش بهبد، ده أحمد موسى انفعل على الهواء وقال عندنا تحديات أهم من قطع الكهرباء بتاعك ده يا متدلع. اتفضل. عندنا تحديات أهم من الكهرباء. أيوه، عندنا تحديات أهم من الكهرباء. مع تقدير للجميع، حضرتك عندك رجالة قاعدين وسط الصحراء درجة حرارة 45 و47 عشان يحموا ويأمنوا. نعم، ما اشتكاش، واقفين زي الاسود شر عرق. محدش قال ان انا تعبان وان انا حران وان انا ايه ده، لا، قال لك انا مسؤول، دوري مكاني هنا عشان احمي البلد واحمي الشعب ومحدش يهون لحدودنا. ايوه قول يا سيدي، قول 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 تولي. ايوه، الا الدعاء لهم. ايوه، بلد محتاجه لكل واحد فينا. ايوه، الدوله لو عندها مش هتبخل والله. ايوه والله لن تبخل ابدا. ايوه ايوه ايوه، ظروف صعبه، انا تاثرت، ظروف صعبه، تحديات شديده. ايوه، ولما يبقى في ازمه أي انتوا مش لاقيين غير العبيط ده تصدروه، مش لاقيين واحد غير ده تصدروه. وبعدين احمد موسى لما ياخد سمت الذكي بيبقى انا بتعب، ويبربش بعينيه كده، قال يعني لما بيبربش ما اعرفش ايه الهدف، بس هو بيبربش يقول لك يعني ايه يا احمد؟ ايوه البربشه دي يعني ايه؟ ده يعني بتسبل لي، يعني هسبل لك، هتسبل لي هسبل لك. لا يا راجل، عرفت بقى، عرفت ليه بقى الهدف؟ طب كنت اصبره شوي، اصبر شوي. قال لك كل ده عشان ما تفتحش بقك، عندنا رجاله في الصحراء ما اشتكتش من قطع الكهرباء. اي والله، اي والله، قاعدين في الصحراء ما سمعناش منهم حد اشتكى من قطع الكهرباء. عندنا بص عندنا الحاجات دي بقى. مين العبيط اللي مشغلك يا عم؟ كنت تصبر شويه، خلينا نفتكر انك انت راجل وخدت بكلامنا. يا راجل خلينا نخدع فيك شويه، على طول كده اهو تفضح غرضك من الشو ده كله. أنا حسيتها والله لما شفت الفيديو بتاع المدرعات الخفيفة وهي ماشية في موكب في الشارع، اللي هو إيه؟ يعني ما بتشوفش تلفزيون ماشي، ما بتطلعش على السوشيال ميديا معاك، ما بتشوفش أخبار وراك، هنزل لك الشارع بقى وأعمل لك عرض عسكري عشان الناس كلها تقول خير يا أولاد في إيه؟ البلد في معركة، البلد في معركة لا صوت يعلو. الخلاصة يا حضرات، المعركة الحقيقية اللي بيخوضها النظام هي معركة ضد الغلابة، ضد قوتهم، ضد دعمهم، ضد الكهرباء، ضد أراضيهم وأصولهم ومستشفياتهم اللي بتتباع. المعركة الحقيقية مش معركة السيسي مع إسرائيل، لأنه مش هيحارب إسرائيل أصلا، ومش هيلغي اتفاقية كامب ديفيد، وأنا تحديته على الهوى، الجيش المصري مش هيلغي اتفاقية كامب ديفيد، ده عرق الجيش. دول راحوا ادوا للراجل بوب من دينز ده، ادوا له رشوه
عشان امريكا ما تمنعش المليار و300 مليون. الجيش المصري نعم، ايده نعمت بطرخت، والايد الناعمه دي ما تحاربش، ما تدس على زناد. الجيش المصري قاعد من سنه 73 ما بيحاربش، بنعمل مناورات كده سكند هاند، مكافحه ارهاب، حركات كده من دي يعني، انما ما بنحاربش. الجيش اللي بزنس ما يحاربش، الجيش اللي خد على الراحه ما يعرفش يحارب. وعلى راي عمنا فؤاد حداد، خدي الشمس من الشفاه، سرق البسمه من الشفاه، واللي يهرب من شقاه متعود على الهينه. ده جيش اتعود على الهينه. دي المعركه يا حضرات، معركه الجوع والفقر والبيع والخيانه، نفس المعركه اللي خاضها العسكر من زمان، واللي فضحها الشاعر الكبير احمد فؤاد النجم في قصيده مشهوره: لا صوت يعلو فوق صوت المعركه. مفيش كهرباء، لا صوت يعلو. مفيش الاسعار نار، لا صوت يعلو. مفيش دعم، لا صوت يعلو. ولا ايه؟ لا صوت يعلو فوق صوت المعركه. كل الجهود، كل الزنود للمعركه، الحان جنان تعزف نشيد المعركه، وكمان لجان عشان عيون المعركه. سلام يا واد للست مع معركه، وكمان سلام لاهل بيت المعركه. سندات جهاد جداد عشان المعركه، لازم جميع الناس يساعدوا المعركه. طبعا جميع الناس يساعدوا المعركه، مخلوق مفيش ان لم يعيش للمعركه، وموت قتيل ولا فيش بديل للمعركه، وتموت قتيل ولا فيش بديل للمعركه. حاكم ضروري وانحتم المعركه، طبعا ضروري وانحتم المعركه. سلام عشان وانحتم المعركه، خطاب خطير يشرح مصير المعركه. 20 خطاب كمان عشان المعركه. جندنا جيش، جندنا جيش مليون عشان المعركه، وخبزنا عيش اسود عشان المعركه، واكلنا عيش اسود بلون المعركه. الشعب جاع، الشعب صاع، دي معركه. نجوع نسوع راضين عشان المعركه. اذ ان تن ترن المعركه، هرشت مخي هي فين المعركه. اخرس يا واد، اخرس واهتف لتحيا المعركه. اهتف لايه؟ مش لما اشوف المعركه؟ امسك بوليس جاسوس خسيس. ما سمعتناش بنقول يا تيس، لا صوت يعلو فوق صوت المعركه. اهتف يا واد لا صوت يعلو، هي فين المعركة؟ اهتف يا واد لا عوت يصلوا، هي عين الفبركة. يا همبكة في البنبكة، على بنبكة في الهمبكة.